فتح المساجد من جديد هنا في بلجيكا اعتبارا من الاثنين الثامن من يونيو جاء بناء على قرار اتخذه مجلس الأمن القومي البلجيكي، قرار أسعد أبناء الجالية المسلمة. سنلتقي بمسؤول أحد المساجد هنا في بروكسل لنتعرف على وجهة نظره في هذا الأمر. نعم، التقينا خبر افتتاح المساجد من طرف الحكومة البلجيكية، وهذا الخبر كان في الحقيقة مفرح جدا، لأننا سنلتقي مع رواد المساجد ومع الأحباء إلى غير ذلك في مساجدنا، إلا أنه هذا القرار هو يعني متبوع بشروط، شروط أمنية وصحية، وهذه الشروط هي في الحقيقة صعبة شيئا ما، ولا بد أن يعني مسؤولي المساجد أن يتخذونها بجدية. افتتاح المساجد ليس ضرورة، يعني هذا ليس ملزم، هو فقط رخصة أو ترخيص للمساجد، فمن أراد أن يفتح بيت الله سبحانه وتعالى فليفتحه، ولكن على أساس احترام الشروط، شروط الافتتاح. من لم يستطع أو لا يستطيع أن يلتزم بهذه الشروط ننصحه بعدم فتح أماكن العبادة. الشروط بطبيعة الحال احترام أول المسافات، يعني 1.50 متر ما بين المصلي والآخر، مع الاحتفاظ بعشرة متر مربع كدائرة حول كل مصلي. بعد حرمانهم من صلاة التراويح في رمضان وكذلك صلاة العيد، جاء قرار الحكومة البلجيكية بإعادة فتح المساجد ليسعد أبناء الجالية المسلمة هنا في بلجيكا. سنقترب من أحدهم لنتعرف على رأيه حول إعادة فتح المساجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا افتتاح المساجد، فهذا خبر يعني كنا نتمناه واشتقنا إلى هذه المساجد التي قلوبنا كانت متعلقة بها كثيرا، ولكن في هذه الظروف فرأيي الخاص يعني، وهذا رأي خاص، فلازم أن نتريث شيئا ما حتى تمر هذه الجائحة بسلام. هذا نرحب بكل بالفرح والسرور ان هذا قرار جيد في حكومه قررتها، واحنا نلتزم بكل الشروط اللي هي مقيمه ان شاء الله باحترام وسلامه المؤمنين وامنهم ان شاء الله تعالى. في ظل تعدد الاراء بين ابناء الجاليه المسلمه حول اعاده فتح المساجد من جديد، كان علينا الاستماع الى وجهه نظر المراقبين والمتخصصين. ساتناول هذه القضيه بمنظور اخر، الا وهو قضيه هل الجالية على استعداد أن تلتزم بالضوابط والقيود التي وضعتها الدولة؟ إذ أن الدولة وضعت ضوابط وشروط صارمة في قضية فتح دور العبادة لقضية الالتزام بالعدد وقضية الالتزام بالمشاعر الصحية. السؤال المطروح الآن لرواد المساجد وكذلك المسؤولين على المراكز والمؤسسات، هل لديهم القدرة على ضبط المسألة؟ الالتزام بكل شروط السلامة الصحية التي وضعتها السلطات لإعادة فتح دور العبادة أمر ضروري للانتقال إلى مرحلة أخرى يرتفع فيها عدد المصلين من 100 إلى 200 مصلي. عبد الله مصطفى، الحرة، بروكسل.